خيار الاول وسط بلاصتك، الخيار الثاني شنو هو؟ تخرج من منطقة الراحة، شكون باغي يخرج من منطقة الراحة؟ شكون باغي يخرج من منطقة الراحة؟ وشنو معايا معاهم؟ حيت سيزيد في هذا اللي يزيد في اللي يزيد في هذه الفئة، هذا هو الكلام هكا. إذا هنا أربعة أشياء كتخلينا دائما في منطقة الراحة اللي هي رباعية الراحة، عندي الكسل، عندي كذلك الخوف، عندي الكبرياء، وعندي قصر النظر. وأكثر الأشياء اللي كتخلي منطقة الراحة هي قصر النظر والخوف من التجربة. كاينين هدف ديال الفتور، كيقول لك أخويا خليني غير هنا، كنصور واحد 10,000 درهم ولا 4,000 درهم، بارك عليا باش نزيد درهم 8,000 في النهاية. عندي واحد الوظيفة وعندي طوموبيل وعندي دار، بارك عليا ما نزيدش. هذا شنو عنده؟ قصر النظر. غادي توقفوا هنايا وغادي ندخلوا على واحد الاطفال اللي هما عباقرة في برنامج الصعوبات.